مرحبا يا أطفالي، أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ الحمد لله. معكم المعلمة ريم دياب من مدرسة محمد علي الجزائر. اليوم سنأخذ درسا من دروس اللغة العربية الجميلة مجال أتعرف حروفي. هل أنتم مستعدون؟ نعم. في الدروس السابقة عددا من الأحرف الجميلة ووضعناها في حديقة الحروف. اليوم سنتعرف على حرف جديد، ولكن قبل ذلك سأوزع عليكم هذه الوردات وأطلب منكم بعد ذلك قراءة الحرف الذي على الوردة. تفضلوا. تفضل. تفضلي. تفضل. والآن اقرأي لي يا نايا، ما هو الحرف الذي لديك؟ حرف الصاد. أحسنت يا بطلة، حرف الصاد. كيف هو صوت حرف الصاد؟ ممتاز يا شاطرة. ما الحرف الذي لديك يا ميرال؟ حرف الميم. كيف هو حرف الميم؟ كيف هو صوت حرف الميم؟ ممتاز يا شاطرة. ما الحرف الذي لديك يا يزن؟ حرف الباء. حرف الباء. كيف هو صوت حرف الباء؟ ب. ممتاز يا اب. ما هو الحرف الذي لديك يا لجين؟ حرف الكاف. هل تستطيعين أن تسمعيني صوته؟ نعم. كيف هو صوته؟ ممتاز يا شاطرة. ما الحرف الذي لديك يا ليان؟ حرف السين. حرف السين. كيف هو صوت حرف السين؟ ممتاز يا شاطرة. ما الحرف الذي لديك يا ميار؟ حرف الدال. كيف هو صوت حرف الدال؟ ممتاز يا شاطرين. والآن سنأخذ حرفا جديدا، ولكن بعد أن نشاهد هذا الفيديو. هيا هيا حيوا حرف الخاء، حرف الخاء. هيا هيا حيوا حرف الخاء، حرف الخاء. يصنع في المخبز يا صاحبي هو حقا خبز ممتاز. أعجبكم الفيديو؟ نعم. تحدث هذا العرض عن حرف، وكانت توجد أشياء بهذا الحرف. ما هو الحرف الذي تحدث عنه الفيديو؟ نعم يا نايا، حرف الخاء. أحسنت يا بطلة. ما الحرف الذي تحدث عنه الفيديو يا ليان؟ حرف الخاء. ممتاز يا شاطرة. وأنت يا مياد؟ حرف الخاء. هل تريدون أن تتعرفون على حرف الخاء؟ نعم. تعرف جميعا على حرف الخاء. انظروا إلى هذه الصورة، انظروا إلى هذه الصورة. ماذا؟ ماذا يوجد في هذه الصورة يا ميرال؟ خروف. خروف. ماذا يوجد في هذه الصورة؟ أحسنت يا ميرال. يا ميال؟ خروف. خروف. ممتاز يا شاطرة. ماذا يوجد في هذه الصورة يا ليام؟ خروف. ممتاز يا شاطرة. خروف. انظروا إلى كلمة خروف. 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 ما هو صوت الحرف الذي سمعناه في أول كلمة خروف؟ نعم يا يزن، سمعناه صوته. ما هو الحرف الذي سمعنا صوته في أول كلمة خروف يا نايا؟ إذا الحرف الملون في أول كلمة خروف، سمعنا صوت حرف، هذا هو حرف في أول كلمة خروف. انظروا إلى هذه الصورة. ماذا يوجد في هذه الصورة؟ نعم يا ميرال، نخلة. أحسنت يا بطلة، نخلة. ماذا يوجد في هذه الصورة يا ميال؟ نخلة. أحسنت. ماذا يوجد في هذه الصورة يا لجين؟ نخلة. ممتاز يا شاطرة. انظروا إلى كلمة نخلة. انظروا إلى كلمة نخلة. نخلة. نخلة.
ما هو الصوت الذي سمعناه في هذا الحرف الملون في كلمة نخلة؟ ماذا كان صوته؟ كيف كان صوته؟ نعم يا ليان. نخلة. أحسنت يا شاطرة. ما هو صوت الحرف الملون في كلمة نخلة يا نايا؟ نخلة. من يعيد لي قراءة كلمة نخلة؟ نعم يا ميار. نخلة. 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 أعيد قراءة الكلمة يا يزن. نخلة. أحسنت يا شاطر. انظروا إلى هذه الصورة. من يقول لي ما هذه الصورة؟ نعم يا نايا. بطيخ. بطيخ. ما هذا؟ أحسنت يا نايا. ما هذه الصورة يا ميرال؟ بطيخ. بطيخ. أحسنت يا بطلة. ما هذه الصورة يا يزن؟ بطيخ. ممتاز يا شاطر. بطيخ. انظروا إلى كلمة بطيخ. 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 ما هو صوت الحرف الملون في كلمة بطيخ يا ليان؟ كيف عرفتي؟ اقرأ الكلمة. اقرأ الكلمة. بطيخ. 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 أحسنت يا شاطرة. اقرأ الكلمة يا ميرال. بطيخ. أحسنت. ما هو صوت الحرف الملون في كلمة بطيخ يا ميرال؟ حرف الخاء. كيف هو صوته؟ اقرأي صوته. أحسنت يا شاطرة. انظروا إلى هذه الصورة. ما هذه الصورة يا ميرال؟ يا ميار؟ نعم. كوخ. أحسنت يا بطلة. ما هذه الصورة يا يزن؟ كوخ. أحسنت يا بطل. ما هذه الصورة يا نايا؟ كوخ. كوخ. انظروا إلى كلمة كوخ. انظروا إلى كلمة كوخ. كوخ. برامو. من يقرأها لي؟ اقرأيها يا ليان. كوخ. كوخ. أحسنت يا شاطرة. اقرأيها يا لجين. كوخ. كوخ. أحسنتم يا أبطالي. ما هو صوت الحرف الملون في كلمة كوخ يا يزن؟ كوخ. أحسنتم يا أبطالي. الآن سنتعرف على أشكال حرف الخاء، هذا الحرف الجميل الذي أخذناه الآن. انظروا إلى أسرة حرف الخاء. سأسألكم عدة أسئلة. هذا هو حرف الخاء، وهذا هو حرف الخاء. أين يقع حرف الخاء في هذا الشكل؟ أين نضعه؟ أين نضعه يا يزن؟ في أول الكلمة. أحسنت يا بطل. كيف هو صوته في أول الكلمة؟ أحسنت يا بطل. تفضلي يا نايا إلى هنا. تفضلي. كيف هو شكل حرف الخاء في أول الكلمة؟ كم طرفا له؟ كم طرفا لحرف الخاء؟ كم طرفا؟ نعم يا لجين. واحد. أحسنت يا بطلة. إذن هنا حرف الخاء أين نضعه في؟ نعم يا عليا. أول الكلمة. أحسنت يا بطلة. انظروا إلى شكل حرف الخاء هنا. انظروا إلى شكله. تفضلي يا ميار. كم طرف لحرف الخاء هنا؟ كم طرف له؟ نعم يا ليان. طرفين. أحسنت يا بطلة. طرفين. يتصل بالحرف الذي قبله والحرف الذي بعده. تفضلي. شكرا لك. انظروا إلى حرف الخاء هنا. هنا أين يقع هنا حرف الخاء يا نايا؟ في آخر الكلمة متصلة. أحسنت يا بطلة. في آخر الكلمة متصلة. انظروا إلى الشكل الكامل لحرف الخاء. أين يقع حرف الخاء في الكلمة هنا في شكله هذا؟ نعم يا ليان. في آخر الكلمة منفصل. أحسنت يا بطلة. سأعيد قراءة أشكال حرف الخاء. انتبهوا إلى صوتي. اقرأ يا يزن أشكال حرف الخاء. أحسنت يا بطل. هل تغير صوت حرف الخاء عندما بدلنا أشكاله؟ لا. هل انت لا. لا. هل تغير شكل حرف الخاء يا صوت حرف الخاء؟ لا. إذن كم شكل لحرف الخاء نتج معنا؟ كم شكل لأسرة حرف الخاء؟ نعم يا أربع. أربعة أشكال. أربعة أشكال. والآن ما رأيكم أن نأخذ حرف الخاء مع المدود القصيرة؟ انظروا إلى شكل حرف الخاء. سأقرأ لكم حرف الخاء مع المدود القصيرة. انتبهوا جيدا. خ خ خي. اقرأ يا لجين حرف الخاء مع المدود القصيرة. خ خ
أحسنت يا بطلة، هل تستطيعون أن تمثلوا لي هنا المد القصير مع حرف الخاء؟ نعم. تفضلي يا نايا، تفضلي يا ميات، تفضلي يا ليان. ما رأيكم أن نلفظ حرف الخاء مع المدود والحياء؟ الفضول يا مع المد القصير، هيا. أحسنتم، شكرا لكم. اجلسوا، اجلسوا، أعيدوا لي، أعيدوا لي لفظ حرف الخاء. أعيدوا لي لفظ حرف الخاء. الفظيه مع المد القصير الفتحة. خ. أحسنتي، الفظيه مع مد الضمة. خو. الفظيه يا ليان مع مد الكسرة. خي. أحسنتم يا أبطالي. أعد قراءة لحرف الخاء مع المد القصير يا يزن. خ. خو. نعم. خي. خو. خي. ما هذه يا يزن؟ خي. خي. أحسنت يا بطل. انظروا الآن إلى حرف الخاء مع المد الطويل. انتبهوا جيدا. خا. خو. خي. اقرأ يا لجين. خا. خو. خي. اقرأ يا لجين. خا. انتظري قليلا. اقرأي. خا. خو. خي. احسنت يا بطل. اقرأ يا ميار المد الطويل. خا. خو. خي. احسنتم يا ابطالي. انظروا الى هذه الصورة. ما هذه الصورة؟ نعم يا نايا. خس. خس. أحسنت يا بطلة. ما هذه الصورة يا أميرال؟ خس. ممتاز يا شاطرة. انظروا إلى كلمة خس. خ. خ. خس. خ. خس. ما هو المد الذي يحتوي على هذه الكلمة؟ ما هذه ما المد الذي نشاهده في كلمة خس؟ نعم يا ليان. خ. خ. مد قصير خ. انظروا إلى هذه الصورة. ما هذه الصورة يا ميران؟ انظري إلى هذه الصورة. ما هذه الصورة؟ خبز. أحسنت يا بطلة. خبز. ما هذه الصورة يا ميار؟ خبز. أحسنت يا شاطرة. انظروا إلى كلمة خبز. ما هو المد الذي يوجد في هذه الكلمة؟ نعم يا لجين. خيار. أقرأ الكلمة. أقرأ الكلمة. خبز. خبز. أحسنت يا شاطرة. انظري إلى اللون الحرف الملون بالأحمر. ما هو المد الموجود فيه؟ قصير. قصير. الضمة. مد قصير. خو. انظروا إلى هذه الصورة. ما هذه الصورة يا يزن؟ خيار. أحسنت يا شاطر. خيار. خي. خيار. انظروا إلى كلمة خيار. نعم يا نايا. اقرأي هذه الكلمة. خيار. خيار. اقرأيها مرة ثانية يا ميرال. اقرأي. خيار. خيار. يا شاطرة. ما هو المد أو الحرف الملون الموجود؟ ما هو المد الذي عليه؟ نعم يا ميار. خي. خيار. أحسنت يا شاطرة. مد قصير خي. والآن سننظر جميعا إلى هذه الصورة. ما هذه الصورة يا ليان؟ خاتم. خاتم. ما هذه الصورة يا يزن؟ خاتم. أحسنت يا شاطر. خاتم. إذا ننظر إلى كلمة خاتم. 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 ما هو المد الموجود في هذه الكلمة يا نايا؟ المد الطويل. ما هو الفظيه؟ خا. أنت يا شاطرة. خا. مد طويل خا. ممتاز. ما هو المد الموجود في هذه الكلمة؟ خا. خاتم. أحسنت يا شاطرة. انظروا إلى هذه الصورة. ماذا يوجد في هذه الصورة يا ليان؟ خوخ. خوخ. أحسنتي. أحسنت يا شاطرة. ما هذه الصورة يا لجين؟ خوخ. أحسنت يا شاطرة. انظروا إلى كلمة خوخ. ما هو المد الموجود في هذه الكلمة؟ ما هو المد يا ليان؟ خوخ. خوخ. أحسنت. اقرأ هذه الكلمة يا يزن. خوخ. خوخ. اقرأ هذه الكلمة جيدة. خوخ. أحسنت يا بطل. ما هو المد الموجود في هذه الكلمة؟ خو. هل هو مد طويل أم قصير؟ طويل. أحسنتم يا شاطرين. ننظر الآن إلى هذه الصورة. ما هذه الصورة يا ميار؟ نخيل. أحسنت يا شاطرة. ما هذه الصورة يا الأميرال؟ نخيل. نخيل. ننظر إلى كلمة نخيل. انظروا إلى كلمة نخيل. 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 اقرأيها يا لجين.
نخيل. أحسنت يا شاطرة، اقرأيها يا ميراد. نخيل. ممتاز يا شاطرة، ما هو المد الموجود في هذه الكلمة؟ نعم يا نايا. المد الطويل. ما هو الفضيل؟ خيل. أحسنت يا شاطرة، خيل. ممتاز يا بطل. والآن من يعيد لي المد القصير لحرف الخاء؟ نعم يا لجين. خ خ خي. ممتاز، هل تستطيعين أن تؤديها بالحركات وأنت جالسة؟ هيا. خ خ خي. ممتاز يا شاطرة، من يقرأ لي حرف الخاء مع المد الطويل؟ تفضلي. خا خو خي. ممتاز يا شاطرة، والآن لدينا هذه الورقة وهذا السؤال، سنصل كل كلمة مع المد المناسب لها. سأوزع عليكم هذه الأوراق وأطلب من كل اثنين منكم أن يتساعدوا في الحل. تفضلي. تفضلوا تساعدوا في الحل. سنصل كل كلمة مع المد المناسب لها. هيا. أنت وميرا، أنت وميرا. هل انتهيت يا ميرال أنت وليان؟ نعم. انتظري، أحسنت يا بطلة، انتظري، ستعرضون علي النتائج بعد أن ينتهي بقية الأطفال. هل انتهيتم من السؤال؟ أحسنت يا شاطر. نعم. هل انتهيت يا يزا؟ نعم. عرضوا علي النتائج أمامكم، ماذا وصلت أنت؟ أي كلمة؟ ما هو المد الموجود هنا؟ قصير. أحسنت يا بطلة. وليال، ماذا وصلت يا ليا؟ خافض. أحسنت يا بطلة، ما هو المد الموجود هنا؟ خافض. أحسنت يا شاطرة. أروني نتائجكم يا لجين ويزان، ماذا وصلتم؟ ماذا وصلتم؟ ما هذا المد؟ خو. وما هذه الكلمة؟ ارفعي صوتك، ما هذه الكلمة؟ أحسنت يا بطلة. وأنت يا يزان، وأنت يا يزان، ما هذه الكلمة؟ خيار. أين وصلتها؟ على الخي. خي، هل هو مد قصير أم طويل؟ قصير. أحسنت يا بطل. وأنت يا نايا، ماذا وصلتي؟ وصلت خا على خاتم. أحسنت يا بطل، ما هو المد الموجود هنا؟ خا. أحسنت. وأنت يا ميرال؟ وصلت خ. أحسنتم يا أبطالي، ما هو المد هذا؟ خو. أحسنت يا شاطرة، قصير. هل أعجبكم حرف الخاء؟ نعم. أعجبكم صوت حرف الخاء؟ نعم. فردية يا إذن، هل تغير صوت حرف الخاء عندما غيرنا أشكاله؟ لا، لم يتغير شكل صوت حرف الخاء. أطلب منكم في المنزل أن تتساعدوا مع بابا وماما وتحضروا لي غدا صورا تحتوي على حرف الخاء وكلمات جميلة تحتوي على حرف الخاء. شكرا لكم يا أطفال.